بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن سره أن يجد حلاوة الإيمان يا إيمان تفتنا ماغنيت يمياس دستو سو فليحب المرء يانسو يودد لا يحبه إلا لله سوى الدوغل لا الله انجي لليلاتك انبلوم هوني اللبتم وديتاو لا الله هنا جيزي حلاوة الإيمان يا إيمان تفتنا يا جنيال يا دغمو يا سدستو على سو يوستاو يدستاني فترة اللتال مالتنا سلزي فائدة عظيمة ذوق طعم الإيمان يا إيمان تفتنا مكمس تلك تكمال له تلك فائدة له. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوال النبي صلى الله عليه وسلم من الزوال يهنن شعور لما امتأت يهنن فكر لما امتأت يهنن وستاوي دست على ما امتأت لا الله بلو موادر تلك فائدة عندال له الزوال. ليلا يززوت نبي صلى الله عليه وسلم إرس برس مدينة بهير وبتكيزي مهاجروچنا أنصاروچ إرس برس وندماماچن ديهونو هلت تلت تتأدرقو أكناج تواجهو نبر. إذا أحب أحدكم أخاه عنداچو وندمون كودد بلوالان دكزي رسول صلى الله عليه وسلم فليعلمه أنه يحبه عندما يودو ياساوك أوالو نبي صلى الله عليه وسلم. بل إلى حديث إذا أحب أحدكم صاحبه قدنياون وندمون سيودو فليأته في بيته أو في منزله ودبيت يهدنا فليخبره أنه يحبه لله لا الله بلو ندم يودو ينقر والو نبي صلى الله عليه وسلم ودبيت يهدو لا الله بلو ندم يودو ينقر. ليست قضية تجارية ينقد الووت أيضا لم بنقق ربتشاي أمي أبك أيضا لم ترات ما درقم مج أمر على لبت نبي صلى الله عليه وسلم من دالوت بتك كل لا الله بلو يمي ودوك هنا بيتو درس تغوزو برا انكواكتو يمت أهوت اللي زي رهنو سلم موده لا الله بي يودها له بلو ينقرو. سبحان الله. فليخبره أنه يحبه لله رواه أحمد وهذا حديث صحيح. هي ليست عبارة تجارية بما أن مسوي لبلا الزنبل يميتها تمارا لما حبا مالت وديتها مالت يحقيقا لما أن مسوي يميبال ما دلم لم تودوا سوي يميبال نققرن ونبي صلى الله عليه وسلم عندما يودوا ينقروا يالت حقائق أونتانو هي لتير اللت سويو اللت زيرو يمي النساسة وسط أو وسط أهلا يالو الديتا يحقق أو أونتاون يمت قلس إبت من قدنو مالتنو. سلزيه الديتا لابد أن يكون صادقا من قلبه كقلبه يهون أونتنيا وديتا مهون ما شالا اللبت لدنيا تكم ويمدقمو يهون نقر كسويو فلقو سايهون عواطفي زوت سايهون وإنما لله سبحانه وتعالى لا الله بتشايهون وديتانه مالتنا وفي الله مهما كان نسبه با الله من قد لا يمي ودون وندمو زارو يتميهون يتنياهم بهر تولاجهون ملكو نجميهون عربميهون حبشاميهون شكلو هونيتاو يتلاي يفلق نقريهن حسب نسبهم يتلاي بيهونم فرنجم عربم أفريكاوي بيهونم لو ديتا منم يميقد نقري اللم لا الله بلو كوددو وديتاو لا الله نو مالتنو محبو لا الله نو مالتنو يعني فائدة مهمة جداً أونتنيا يهون فائدان ياغن يبتال لقضية الحب في الله
وديتاو لا الله لا الله سلوهونا مالتنو كوديتاو كا ميهجنيا شو تكما عندنا ومندنو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب لذلك الصحابي لذا صحابي اندالوت إذن المرء مع من أحب سويو كم يودو قانا ونقطعت يوم القيامة جنة يميك أمت أبلو النبي صلى الله عليه وسلم من قيمة المحبة في الله لا الله بلو واندمو تشون مودد تملكتو يوم القيامة انكوا بزيش مدر الله يبدون يا سيهون يوم القيامة عبرو بجنة است يمنور الدلن يا غنيال مالتنا نبيو عليه الصلاة والسلام على ايناتشو لنبيو اللن فكرنا وديتا يحققا كهونا محبو لا الله بلن بتككل يمن وداتشو سناتشون يمن كتل كهونا نقطعت يوم القيامة المرء مع من أحب تبلو لنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم قور بيتونا النسب السبع لن مالتنا الله يوفقا أن تلقى أخاك الذي تحبه في الدنيا زاريب الدنيا لا يمت ودون واندمهن نقى آخر جنة لا يماغنيت من الناس دستان نبي عليه الصلاة والسلام نيانا لا ينم لكن سلنيا يتشنكو نبر سلنيا يسبو نبر صحابو تشاتو بتسب السبو كان عندك زي قال النبي صلى الله عليه وسلم اندمي نافقون ودفيت ميمتوتن تولد اندمي نافقو رسول صلى الله عليه وسلم إخواني واندموتشي نافقوني بلو تناقر رسول صلى الله عليه وسلم أو لسنا إخوانك واندموتشي هيدا لن من دينيالو صحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي أنت بالدربو تشيناتشو ولكن إخواني نقرقن واندمو تشي الذين لم يروني يالايون نقرقن بني يامنو الذين آمنوا بي ولم يروني سايايون يامنو بني نزا واندمو تشينافكون يالو عليه الصلاة والسلام فهني ألك يا من أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله أنا ملكتني بتككل صادقا في القلب بقلبه وست أونتني هنا وديتان نبي عليه الصلاة والسلام يوددك واندمي اهتو تشيهوي انكوان دسي على تشوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب بل نبي عليه الصلاة والسلام مودد بتشاسعهن سنة شون يتكتل فإنك من إخوانه أو إخوته الذين ود النبي صلى الله عليه وسلم لو رآهم من نوبايه أتشو بلو يتجنك الله أتشو نام حبا أتشو يقلس الله أتشو سوج سلهن كنزا سوج كهونك الله سبحانه وتعالى ودها المالتنا وندموتشي هتوتشي الناس واجناس سوتش يتلايو ناتشو انواع ناتشو بزوينتوتش ناتشو فلذلك ليس كل شخص يصلح للمؤاخاه في الله كلم سو لا الله بله يمتودو لزا يميون نجر يللو ليهون يشلال كلم لا يهون يشلال سلازي لابد من عمليه الانتقاء لا الله بلن يمنو وادداتشو سووج من اينت سووج ناتشو بلن ممرط ما شال اللبن مالتنا لابد من الاختيار عشوائي مهون اللبتن بزفكر يا رلم لا الله بيودها له لا الله بيودش هالله يمن البابا له يمي عرفبتن يمي ودكبتن ما استوال يقبانا له وعلى من تقيم العلاقة كمان قنو تككلنيا غنيونت لنوره يميقباو يميلون ممرط ياسفلغال مالتنا كما قال الشاعر الناس شتى اذا ما انت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر هذا له ثمر حلو مذاقته وليس وذاك
ليس له طعم ولا ثمر يسولجوچ يتلايو ناتشو زافوچ اكوكول اندال هونوت هولو يسولجوچم اكول ايدلو اندو زاف مثمر نو يافرال طرو مازا طرو شتا طرو طافاچ يهونن نغير يسطحال ليلانياو دغمو مر يهونا مرارا يهونا اندوم ثمر يللو فري يللو ليهون يچلال وليس له طعم ولا ثمر اذن سوچنم ممرط ما شال اللبن مالتنا ولذلك لابد من الاختيار سويو حرام نجر لا يميودك ادلم محرمات نجر لا يتكلكل نو صلاه مسجد يميا بزا ود مسجد قدمو يميغن اللهن يميفرا يا نبيون سنه يميكتل سنه مغبارو يا اماره كهونه تقربواله يمكن بزو غزي حرام لا يميقمت ويم دغمو صلاه بزو غغوت يلهو صلاه مسجد لا يمايغبان سو لا الله بيي وداه الله بله ابرهو يمتنوا نوارو يمتقربو ما يدلم بل اندز عينتون سو يمتمكرو ود دين اندي متا ود دين اندي غبا كحرام نغير يندرك يمتمكرو سو انجي سلازي ايها الاحباب بزو سوچ لا الله بيودها له لا الله بيودش الله يبابالالو جنا منم مايتوت يما ياقوتن سو بحريون يالترددتن سغاجنو ايدلم اخلاقو طرو نو ايدلم يهن كله نغر ساطارو لا الله بيودها له بميل اسو بزو بوتا لا يوسطواچو يميطفو هتوچ يميطفو وندموچ الله اذن ايها الاحباب مرجع اسفلغال معناتنو سوچين سنمرط لعباده يمياغزه لعباده يمياغزش يمتاغزشين غادنيا نو ممرط ياللبش ويم ممرط ياللبن هولاچنا المرء مع من احب سويو كم يودو غار نو قالو النبي صلى الله عليه وسلم سوچ بددوا የሰውን ገንዘብ አጭበርብሮ ለመብላት የሚዋደዱ ሰዎች አሉ የሚቀራረቡ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ጊዜያዊ ጥቅም ነውና ያገናኛቸው ያ ጥቅም በማይኖርበት ጊዜ ሰዎች ይጣላሉ ለአላህ የሆነ ውዴታ ግን የማይበጠስ ገመድ ነው ማለት ነው የሚያለያያቸው በአላህ መንገድ ብቻ ነው የሚለያዩት ሲገናኙም ሲዋደዱም ሲፋቀሩም በሱ መንገድ ላይ ነው ሲለያዩም በሱ መንገድ ላይ ነው የሚሆነው ስለዚህ ወንድማማችነት የምንመሰርትበት ሰው መጠናት መቻል አለበት ዝም ብሎ ማንንም ሰው አይደለም ወንድም ማድረገን የምንይዘው ሰላት የማይሰግድ ከሆነ አኽላቁ ስነ ምግባሩ የተበላሸ ከሆነ ይሄን እንደ ወንድም ማቀርበን ከያዝነው የሚያጠፋን ከሆነ አደጋ ላይ ሊጥለን ስለሚችል በተወሰነ መልኩ እንዲህ አይነትን ሰው መከረን ወደ ዲን ማምጣት እንጂ ጓደኛ ጥልቅና ፍቅር ያለበት መሐባ ያለበት ጓደኛ አድርገለን ይዛ ይገባና በመጥፎ መንገድ ላይ የሚዋደዱ ሰዎች ዛሬ በዱንያ ላይ በዛ መንገድ ቢዋደዱም ነገ ጧት የውመል ቂያማ ማብረው ነው የሚሆኑት በአላህ መንገድ ላይ ተዋደው የሄዱ ሰዎች ደግሞ ነገ ጧት የውመል ቂያማ አብረው ነው ወደ ጀነት የሚሆኑት يقول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله እነዚያ ከአላህ መንገድ ውጪ ሲዋደዱና ሲፋቀሩ የነበሩ ከአላህ መንገድ ውጪ ሌላን አማልክት አድርገው ያዙ ሰዎች ከአላህ ውጪ ሌላን አማልክት አድርገው ያዙ ሰዎች احشروا الذين ظلموا እነዛ ነፍሳቸውን የበደሉ ሰዎች ሙሽሪክ የነበሩ ግፈኞች የነበሩ ሰዎችን ቀስቅሷቸው አንድ ላይ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وازواجهم مسلوቻቸው አያችሁ አንድ አይነት መሐባ ነው የነበራቸው አንድ አይነት ፍቅር ነው የነበራቸው ግን የተፋቀሩበት የተዋደዱበት ወይም ደግሞ ለተግባር ሲሯሯጡበት የነበረው ነገር በሙሉ ከአላህ ውጪ ነበር
احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. سلازي ايها الاحباب بجنتم ابرن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عندن هون يمن وداتشون سوچ ممرط ما شال اللبن سنواددم بالله منجد لاي مهون اللبت يا كهون سكيت عمان هون على المالتنو. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.